هلز عزيزتي، كلمة مش هيبقى لطيفة ابدا لما اتنين يقفوا قدام بعض وواحد فيهم قرفان من بق التاني، وخصوصا في الفيرست ديت. ها بيدي انطباع وحش جدا. ريحه البق، ريحه البق في اسباب غريبه انت مش واخد بالك منها ممكن تسبب رائحه الفم المعفنه، فخدي بالك. واحد، بما ان رمضان قرب كل سنه طيبين، بما ان الجفاف هو سبب الاول لريحه الفم الكريهه، فاخواتنا المسلمين لازم يعملوا حاجتين علشان الحلق ما يجفش. المضمضه في الوضوء حلوه جدا، وفي السحور تشرب لك كوبايه شاي اخضر او كوبايه قرفه. اتنين، الارقده في الضوافر، الضوافر طبعا بيكون فيها بكتيريا، لما بتتنقل للبق احتمال كبير ريحه بقك تبقى وحشه زي ما انا عامله في ضوافري كده، انت ما تعملش بقى. تلاتة، وانت لسه صاحي طبيعي جدا ان ريحه بقك تبقى وحشه، لان انت قعدت فتره طويله مش شارب ميه، حلقك جاف، بقك جاف، فتلاقي فيه ريحه مش لطيفه كده شويه. أربعة، الكافيين كتير، الشوكولاتات والحلويات، واحيانا البروتينات اللي بتبقى موجوده في اللبن والبيض واللحمه والحاجات دي بتعمل ريحه فم كريهه. ايه ما اكلش يعني اموت من الجوع. لا سمح الله، ما قلناش كده، ولكن مفيش مانع ابدا ان انت تستخدم حاجه زي دي، بتتجمع الصيدليه ورخيصه مش غاليه، لما تيجي تقابل حد او تتكلم مع حد استعملها. دي كده اول حاجه. وتاني حاجه، بعد كل وجبه لازم تستخدمها، دي زي سلكه كده هتاخد منها طول مناسب، هتلفها على صباعك من هنا وصباعك من هنا وتدخلها ما بين السنان وتشد في اتجاه واحد، وطبعا ما تروحش وتيجي عشان لسه ما تتعورش. اغسل سنانك مرتين في اليوم، وطبعا لازم تتاكد ان الفرشه نظيفه وتجددها كل شهر او شهرين بالكتير. أربعة، البقدونس، الخيار، النعناع، وشرب المية كتير هيقللوا جدا من الريحة. طب ازاي اصلا هعرف ان انا ريحة بقي مش حلوة؟ سهلة يعني، هعمل ححة وخلصت. لا مش تعمل ححة وخلاص، الطريقة دي مش على طول بتبين. الافضل تجيب قطنة او منديل او معلقة وتلحسها وتسيبها تجف 10 دقايق ربع ساعة مثلا، وتعالى شم وكده هتعرف في ريحة ولا مفيش. واخر حاجة، لازم تروح لدكتور وتكشف تشوف سنانك كويسة ولا لا، فيها تسوس ولا لا. بس كده.